صباح الخير سيادة الرئيس، متشرف بوجود سيادتك معانا ونشكرك على حضورك وتشريفك لينا. انا ايمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجاره والاستثمار في البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. احنا هنا في المكان الخاص بالبنك الافريقي، احنا دايما بنعمل يعني جناح كبير وجناح نعرض فيه الوظائف المختلفه للبنك وقطاعات التمويل المختلفه للبنك وكذلك الشركات التابعه للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد واللي ابتدت اثرها في 52 دوله افريقيه. وطبعا مصر هي الدوله المضيفه للمقر الرئيسي للبنك، وبنحاول من خلال المقر بتاعنا ان احنا نعقد اكبر صفقات وندي اكبر فرصه للشركات المصريه انها تنال تعاقدات في دول أفريقية أخرى. يعني أحب أبلغ سيادتك إن إحنا حجم التمويل البنك لجمهورية مصر العربية منذ الإنشاء بلغ حوالي 28 مليار دولار من سنة 94. المبادرة اللي أطلقها رئيس البنك مع معالي وزيرة التعاون الدولي كان نصيب الشركات المصرية منها في مجال المقاولات والإنشاء حوالي 6 مليار دولار من ال 12 مليار دولار اللي اتكلمنا عنهم. من خلال المؤتمر خلال الأيام اللي فاتت وقعنا اتفاقيات مع شركات مصرية بحوالي 3 مليار دولار، وفي فرص برضه احنا بنحاول الشركات المصريه نتوحها في مجالات الادويه ومجالات الانشاءات ومجالات اخرى بحوالي من 10 ل 12 مليار دولار. وبنتهي المؤتمر هندي بيان كامل للحكومه والوزاره عن المجهودات اللي بنقوم بيها، وبنشكر حضرتك على تشريفك لينا يا فندم وعارفين وقت حضرتك. بشكركم، انا اللي بشكركم وبشكر البنك والدكتور بندكت والبنك الافريقي. بشكرك كويس. He's thanking you, President, for your efforts. أنا بشكركم على جهدكم وعلى الحقيقة السرعة اللي تم بها إنجاز المرة الثانية، مش كده المرة الثانية دي؟ الثالثة. هنا في مصر. المرة الثانية في مصر. بشكركم وكل دعم لكم. ربنا يخليك. شكرا. شكرا فندم. شكرا سيادة الرئيس. شكرا. تفضل. Welcome to the African Union Pavilion, Your Excellencies. This is the main pavilions. My name is Albert Muchanga, Commissioner. We have two other pavilions outside this hall. This one provides the activities that we are doing at the African Union at both program and policy activities, and we've got staff from other departments other than myself. Once again, thank you very, very much, and we're honored to have you around. Thank you very much. Thank you. Your Excellencies, welcome to the Nigerian Pavilion. We are pleased to welcome more than 80 ترحيب بأكثر من 80 عارضا من جمهورية نيجيريا هنا اليوم، ويشاركون في هذا المعرض وهم يمثلون المؤسسات المالية وبعض الهيئات الحكومية. لدينا 5 هيئات حكومية ممثلة هنا، كما لدينا معارضين من بان أفريكان بالإضافة إلى البنك النيجيري للتصدير والاستيراد وكذلك بنك الاستثمار النيجيري يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه أعمال يدوية صنعت في نيجيريا من قبل سيدات نيجيريات. شكرا لمعاليك. مصر بيحتوي على معنا 6 وزارات، في وزارة الإسكان، هيئة الاستثمار، هيئة العربية للتصنيع، وزارة السياحة، ومعنا 10 مجالس تصديرية بالإضافة لاتحاد الغرف التجارية. كان في هنا حاجة عملناها بداية أول ما جينا، إن قاعدة البيانات المتاحة اللي بتحتوي على جميع رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء الاتحادات تم التواصل ما بين المجالس التصديرية، الغرف التجارية وكل الوزارات معاهم، وتم عقد لقاءات ثنائية. يمكن أكتر حاجة منهم كانت واضحة في هيئة الاستثمار، التعاون الدولي والمجالس الطبية. We
يسرنا أن نكون مشاركين في معرض التجارة البينية لعام 2023 هنا في القاهرة. وقد شاركنا في نسخة عام 2021 وكانت ناجحة، وقد أحضرنا 80 عارضا إلى هذا المعرض يغطون قطاعات متعددة من التعدين إلى الزراعة، ونعرض الكثير من المنتجات ونحاول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونستغل هذه الفرصة الرائعة واستضافتكم الكريمة، ونحن في جنوب أفريقيا نقدر لكم ذلك. شكرا لمعاليك.